مجابل حارس المرمى عمل انقاذ اللي هو بتاع عبده يحيى الانفراد في الشوط الاول، خلى النتيجه لصالح الزمالك، كانت 0-0. فابو جبل عالمي النهارده، دفاع الزمالك محمود علاء عمل اسيست في الهدف الاول، محمد عبد الغني كويس جدا، فتوح المسلوسي برضو عمل الجون اللي هو بتاع محمود علاء اللي عملها بدماغه النهارده، محمود عبد العزيز كويس جدا رغم انه بقاله فتره كبيره جدا غايب لكن هايل، امام عاشور كان كويس جدا وبرضو سدد الكره اللي جت في مصطفى فتحي خدها، وبعدين اشرف بن شرقي جاب، يعني الكل كان كويس جدا، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، زيزو قبل ما يخرج، اشرف بن شرقي، سيف الجزيري، حتى التغييرات اللي نزلت فرقت مع نادي الزمالك، ونجم طبعا زي ما قلت لكم بديل سوبر المحله هارد لك، ولكن المحله ما استغلش كمان الفرص اللي جات له، لو استغل الفرص اللي جات له كان ممكن يخش الجيم مع نادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك وهارد لك لغزل المحله. نروح